من وقت بنصحى من النوم لوقت مننام جهاز التليفون مرافقنا. لهيك ضمن برنامج ستوديو تيك في وقت مخصص لجولة سريعة على أجدد الأجهزة الذكية يلي رح تتواجد بالأسواق. جهاز جديد من شركة أوبو الصينية اللي كشفت عنه هو جهاز N2 Flip القابل للطي بالمنتصف، وزنه ما بيتجاوز 191 جرام. N2 Flip بيمتلك شاشة لمسية مرنة من نوع فلودابل أموليد بمقاس 6.8 بوصة، وزود بشاشة خارجية بمقاس 3.26 بوصة. جهاز أوبو الجديد رح يشتغل بنظام أندرويد 13 ومعالج ميديا تيك 9000 بلس ومعالج رسوميات مالي جي 710 وذواكر وصول عشوائي 16 12 و 8 جيجا بايت وذواكر داخلية 512 و 256 جيجا بايت. أما الكاميرا الأساسية ثنائية العدسة بدقة 50 و 8 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل.